في العام 2004 أحيل إبراهيم الدعلي على المعاش، ولم تلبث زوجته جوزيفين أن أحيلت بدورها على التقاعد. استقر في منزلهما بأطراف باريس، كان يرقبان العطل للقاء بولديهما اللذين استقر أكبرهما عبد السلام بكندا حيث تخصص في الرياضيات، بينما استقر أحمد في ولاية واشنطن أستاذا لمادة الفيزياء. اختمرت في ذهن إبراهيم فكرة العودة إلى إدو كنيف وتحقيق حلم الصبا بزرع الأراضي التي يملكها حول بيته بالأشجار المثمرة. كانت جوزيفين تشاطره ذاك الحلم. الآن وقد أحيل على التقاعد لم يعد هناك من مانع لتحقيقه. ولما كان يستعدان للسفر أصابت جوزيفين وعكة صحية مفاجئة، تم نقلها إلى المستشفى ولم تبرحه سوى جثة هامدة. أصاب إبراهيم حزن شديد. نحن الآن في العام 2005. كان ولداه اللذان حضرا من كندا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لتشييع والدتهما إلى مثواها الأخير قد أحس بما يعانيه والدهما. كان يلحظان أن بقاءه في منزل الأسرة بضاحية باريس سيزيد من حزنه، ففي ذلك البيت كل تلك الذكريات الجميلة مع جوزيفين التي أحبته وأحبها، جوزيفين التي لم تتخلى عنها حتى وافاها الأجل المحتوم. عاما بعد رحيلها استقر إبراهيم الدعلي بقريته ومهد طفولته إدو كنيف، استقر بها وحيدا وكان يحلم أن ترافقه جوزيفين. وبرغم تلميحات رجال من القرية ونساء من عائلته فإن إبراهيم رفض أن يتزوج بعد جوزيفين. كان منزله في أطراف القرية يوفر له كل أسباب الراحة، ولكنه كان بحاجة إلى من يساعده، ولذلك اشترى شقة في أجدير. في ذلك العام كان قد سجل نفسه في قائمة المرشحين لأداء مناسك الحج. كان شهر رمضان على الأبواب، لم يكن كثير الحديث إلى الجيران، ولكنه في تلك المرة اضطر إلى أن يستوقف إحدى جاراته ليسألها عما إذا كانت تستطيع أن تدله على امرأة تتولى إعداد الطعام على أن تغادر الشقة في المساء. أعطته المرأة رقم هاتف امرأة تتقن الطبخ، قالت له إنها امرأة فقيرة. أسبوعا قبل حلول شهر رمضان التحقت فاطمة علاشي بمنزل إبراهيم الدعلي كخادمة. كان الرجل يشتهي أطباقا مغربية كثيرة غابت عن مائدته طوال سنوات الاغتراب، وكانت فاطمة تجيد إعداد الحريرة وتلك الأطباق الشهية. وبما أن إبراهيم كان قد علم أنها فقيرة ولها أسرة وأن زوجها عاجز عن العمل كذلك قالت له، فإنه أذن لها بأن تعد من الطعام ما يكفيه ويكفي أسرتها أيضا. كانت تبدو سعيدة بمعاملة الرجل الذي جعل من أوقات الصلاة إيقاعا لمغادرة بيته، وكانت ترى في نمط عيشه دليلا على ثراء وغنى. ومع كل المعاملة التي كانت تلاقيها من الرجل فإنها لم تكن تتردد في أن تحرجه وتطالبه بتسبيق عن أجرتها. كان ذلك أشد ما يكرهه إبراهيم الذي تعود على أن يخضع حياته لنظام صارم، ومع ذلك فإنه كان يتجاوز ويمنحها ما تريد. يوم 26 من رمضان عاد إبراهيم إلى البيت بعد أن صلى العصر في مسجد الحي. استلقى في الصالون ولم يستيقظ إلا على صوت المؤذن وهو ينادي إلى صلاة المغرب. نهض مسرعا، توضأ، أيقن أنه لن يدرك الصلاة في المسجد وقرر الصلاة في بيته. أفطر بتمرة وشيء من الحليب ثم توجه إلى القبلة، ركع، ولما سجد أحس بضربة على رأسه، ولما استدار عاجلته ضربة أخرى ثم ثالثة. بعد دقائق صار جثة متكومة على سجادة الصلاة التي كساها الدم. بعد 3 أيام بدأ سكان العمارة يشتمون رائحة كريهة تأتي من شقة إبراهيم الدعلي، وما لبثت الرائحة الكريهة أن انتشرت في كل أرجاء العمارة. إذ ذاك أبلغوا الشرطة. حضر العميد الخضار البشير رئيس الدائرة العاشرة بأجدير، وبموافقة من النيابة العامة اقتحم الشقة بعد أن استعان بخبير أقفال.
كانت الجثة التي بدأت في التعفن مكومة في الصالون، كان الرأس مهشما. تم رفع الجثة ونقلها إلى مستودع الأموات، وبعد ساعة كان العميد الخضار البشير يطرق أبواب شقق العمارة. كاد الجيران يجمعون على أن لا صلة لهم بجارهم الذي قتل، وأنه كان رجلا يميل إلى العزلة. في مسرح الجريمة لم تمكن أعمال المسح سوى من رصد بصمات مختلفة ومتقطعة. أبانت المعاينة أن القاتل أو القتلة قاموا بالاستيلاء على أشياء كانت في المنزل، وهو ما أكدته تلك الملابس المبعثرة في أرضية غرفة النوم وفي غرفة ملاصقة لها. أثبتت المعاينة التي قام بها الطبيب الشرعي لجثة إبراهيم أن الرجل قتل بثلاث ضربات بواسطة أداة حادة تم تصويبها إلى رأسه، وأن الذي حدث يعود إلى نحو 5 أيام. كانت جريمة شنعاء في أواخر شهر رمضان. كان الباحثون تحت ضغط شديد، فهم مطالبون بفك لغز مقتل إبراهيم الدعلي بأسرع ما يمكن. وقد ارتأى العميد الخضار البشير أن انتظار ما سيسفر عنه تحليل البصمات التي تم رصدها في تلك الشقة سيتطلب أسبوعا على الأقل، ولذلك وبعد الحصول على موافقة رؤسائه قام باتخاذ سكن حارس العمارة مكتبا لاستجواب سكانها رجالا ونساء وأطفالا إذا ما اقتضى الأمر ذلك. وقد اعتمد أسلوبا لينا في التعامل مع سكان العمارة، وهكذا تمكن من الحصول على معلومة ذات قيمة. فقد أفادته سيدة تسكن العمارة واسمها فاطمة الراجي بأن الرجل الذي قتل ولم تكن تعلم اسمه سألها ذات يوم قبيل شهر رمضان أن تدله على امرأة تتقن الطبخ. قالت إنها أعطته هاتف امرأة تدعى فاطمة علاشي، وهي طباخة ماهرة تعرفت عليها في أحد الأعراس. لم تتردد المرأة في إعطاء العميد رقم الهاتف المذكور، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة أخضع ذلك الرقم للتنصت. وقد اتضح أنه في اسم رجل ادعى أن ذاك الرقم هو رقم هاتفه الذي سرق منه قبل عدة أشهر، وإنه أبلغ الشرطة بذلك وأدلى بما يثبت ما يدعيه. بدت التحريات وكأنها عادت إلى النقطة الصفر. في أشياء القتيل تم العثور على الرقم الهاتفي لأحد ابنيه، فتم الاتصال به. بعد يومين حضر عبد السلام الدعلي من كندا، وبعد أن تم تشييع جنازة والده أدلى للمحققين بأن أشياء ذات قيمة اختفت من منزل والده، في جملتها خاتم ترصعه قطعة نقد ذهبية من عهد نابليون الثالث أو ما يعرف لدى عموم الناس باللويز. قال إن ذلك الخاتم النفيس أهدته والدته لوالده بعيد زواجهما، وإنها كانت ورثته عن والدها. في جملة ما سرق جهاز تلفاز حديث وآلة تصوير وأيضا معطف من ثرو الدب. من حسن حظ المحققين الذين تولوا البحث في هذه الجريمة أن الشرطة كانت تقيم مراقبة على أحد تجار المجوهرات بعدما صارت تشك في أنه يشتري المجوهرات المسروقة ويعيد تدويرها. لاحظ الباحثون الذين أسند إليهم أمر مراقبة تاجر المجوهرات أن له صديق يلازم دكانه، وكانوا يلاحظون أنه يرفض شراء القطع التي لا يتوفر عارضها على وثائق ملكيتها، وهو ما جعل الوصول إلى دليل إثبات ضده متعذرا. وبعد إبلاغ عبد السلام ولد إبراهيم الدعلي عن خاتم لويز الذي سرق من منزل والده تم تكثيف المراقبة على محل بائع المجوهرات. ولاحظ الباحثون هذه المرة أن الرجل الذي يكون بباب المحل لا يلبث أن يلحق بكل شخص حاول بيع ما بحوزته فيقوم بشرائه ثم يعود إلى محل صاحبه. ذات صباح لاحظ المكلف بمراقبة المحل دخول شاب حاول بيع الجوهري قطعة ذهبية فيما يبدو، ولكن صاحب المحل بعد أن عاين القطعة وبعد أن وزنها طالبه بوثيقة حيازتها، ولما تعذر عليه تقديم الوثيقة رفض الصائغ شراءها. انتبه المراقب إلى أن الرجل الواقف بباب المحل ما لبث أن لحق بالشاب، وكان في الجانب الآخر من الشارع مفتش شرطة يتابع. ولما أيقن أنهما اتفقا على الصفقة اتصل بالعميد الذي أمر بالقبض على الشاب ثم على صاحب الصائغ مباشرة بعد أن تطأ قدمه محل المجوهرات. كانت المفاجأة سرة.
فقد تم العثور بحوزة السائق وصاحبه على خاتم لويز المسروق من منزل إبراهيم الدعلي. ادعى الشاب أنه حصل على الخاتم من أحد السياح الأجانب، ولما اقتيد إلى منزله اكتشف الباحثون وجود امرأة قال إنها والدته ورجل قال إنه زوجها. تأكد المحققون من هوية المرأة التي لم تكن سوى فاطمة علاشي المبحوث عنها، ومن هوية زوجها المدعو علي متاج. تحت أنظار الأظناء تم تفتيش المنزل، واكتشف معطف جلد الدب وجهاز التلفاز المسروق. سيق الجميع إلى مفوضية الشرطة، وأثناء الاستماع إليهم أكد الشاب أن والدته أعطته الخاتم لبيعه وأوصته بألا يعلم بذلك زوجها، بينما أقرت المرأة فاطمة علاشي وقد طوقتها الأدلة والحجج بأنها التي قتلت إبراهيم الدعلي للاستيلاء على ما لديه من أشياء ثمينة. قالت إنها قتلته بإعاز من عشيقها علي متاج الذي قام بنقل الأشياء المسروقة من منزل الضحية. وصفت كيف قتلت الرجل وهو يسجد، وكيف انتزعت الخاتم من يده وهو جثة. اعترف علي متاج بأنه ساعدها على نقل المسروقات، ونفى أن يكون حرضها على قتل الرجل، وقال إنه أوصاها بضربه حتى يفقد وعيه. لاحقا دلت فاطمة علاشي المحققين على المكان الذي أخفت فيه المقدة أداة الجريمة.